غير أسبوع الأزياء الباريسي أسلوب وتوقيت ومكان عرض مجموعات المصممين الفرنسيين والعالميين المشاركين منذ تأسيسه قبل أكثر من 46 عاما. زميلي بزاري يلخص في التقرير التالي ما تغير في عالم عروض الأزياء خلال هذا الحدث العالمي الذي أقيم بطريقة استثنائية في باريس. نتابع. جلسات تصوير على إحدى الشواطئ هنا، ومظلات ومطر في إحدى الحدائق الباريسية، وكنيسة هناك، ومقاطع فيديو عمودية لقطع أزياء تناسب مدمني وسائل التواصل الاجتماعي. هكذا أراد فيروس كورونا أن يكون أسبوع الأزياء في أوروبا للمرة الأولى منذ تأسيسه عام 1973، إذ اختارت دار ليونارد الفرنسية عرض مجموعتها للملابس الجاهزة على شكل جلسة تصوير. أما دار بالي السويسرية فاكتفت بعرض تفاصيل رسم وحياكة حقائبها وأحذيتها الجديدة تحت اسم Elemental Balance. أما دار إيجو بوس الألمانية فخاطبت الشباب من خلال عرض مجموعتها على تطبيق تيك توك، عرض أقامته في الهواء الطلق في قصر بالازو ديل سيناتو في ميلانو بحضور عدد محدود من الضيوف. كما بث العرض بالتزامن مع فعالية حية أقيمت لدار إيجو بوس في الصين، وجميع مقاطع الفيديو التي نشرت كانت بشكل عمودي لتعرض على سناب شات وإنستغرام ستوري. بسبب وباء كورونا والخوف من السفر بين المدن الأوروبية، قررت دار فالنتينو أن تعرض مجموعتها للربيع والصيف المقبلين للملابس الجاهزة في ميلانو بدل باريس بعدد حضور أقل ب80% من المعتاد. مجموعة بدت شبابية تحمل اسم فالنتينو كوليكسيوني ميلانو، إذ تعاون مصممها بيير باولو بيتشولي مع دار ليفيس بإعادة تحديد سلوار الجينز الكلاسيكي بقصة واسعة نسبياً. أما دار كينزو فعرضت مجموعتها تحت زخات المطر في حديقة انستيتيو ناسيونال دو جون سوغ الباريسية الأنيقة مع احترام التباعد الاجتماعي بين الحضور. أما دار كريستيان ديور فركزت المديرة الفنية لمجموعات ديور ماريا غراتسا كيوري على حركتين ثنائيتين هما الحياة والأزياء، وقالت: نحن نمر بأزمة تؤدي إلى تغيير السلوكيات والعادات والشعائر بشكل جذري. الأزمة العالمية المتمثلة في انتشار فيروس كورونا أجبرت الكثير من دور الأزياء على تعليق نشاطها بشكل مؤقت كي تعيد ترتيب أوراقها أو تأجيل عروضها لفترة زمنية معينة. لذا اعتذرت بعض دور الأزياء عن المشاركة في أسبوع الموضة الباريسي كدار أزياء سان لوران مثلا، إذ قررت خلال فترة الإغلاق التخلي عن تقديم عروضها ضمن الأجندة الرسمية لأسابيع الموضة الباريسية، معلنة اتباع مواعيد خاصة بها. ليث بزاري، العربية، باريس. كل شيء غريب في باريس، يعني مش بس دور الأزياء، الألوان والملابس الرجالية الجديدة اللي ما أدري شون، وهذا القبعة النسائية. يعني مختلفة شوية. إيه قاعد أقول لك، ولا الألوان ولا ليث اللي طالع بجاكيت أزرق والآن طالع ببيج أو إيه بيج صح؟ إيه ولا ولا ولا. ولا. عمرك شاكلتي كيك بالزيتون الأسود؟ والله لسه هو يقول لنا طعمه. اي والله انا مستغرب. ناطر ليث بزاري من باريس، صباح الخير. صباح الخير لكم. صباح الخير. انتقاداتك دائما حلوه عادل، وانت حلو. انها بتكون هادفه وبتحكي عن اشياء كثيره. الله يخليك. طبعا هاي اليوم احنا لابسين ياباني عشان هيك طالعه غريبه شوي، بس برضه من فرنسا، يعني بنرجع على الغرابه في فرنسا. على كل حال انا زعلان كثير من مروه يا عادل، بتعرف انا والله زعلان منها وياك. فيروس كورونا سمعتكم قبل شوي بالسؤال التفاعلي. ايوه، لانه يا مروه حرام الواحد، على فكره امبارح بالنشره مع زميلتنا ميسون حكيت شغله كثير مهمه، الواحد اذا ما بعرف حدا مصاب بفيروس كورونا ما بيرتدع، ما بخاف، فلذلك يعني واحد ياخذ الحيطه والحذر. لما سألك عادل قال لك الزملاء إذا كان مصاب ولا لا، هيك برضه طريقة الواحد لازم يكون يبعد عن هذا المشروع، يبعد. والله عن أنا كان عندي ناس مقربة وناس عندهم فيروس كورونا، والحياة لازم تمشي، ويعني لازم ناخد الأمور ببساطة. هذا لا يعني أنه إحنا يعني لازم ناخد الإجراءات الوقائية والاحترازية،
ولكن ما نخافش من كل حالة كلنا رعب يعني. كلنا يا ليت زعلانين منها. الحق كلنا يقال يعني اعقل وتوكل، لازم الواحد يدير باله في الـ في الـ في الـ في لا ما تتهمنيش ان انا قلت ان احنا مش لازم ناخد حذرنا من موضوع، انا قلت انه احنا خلاص يعني احنا في حالة تأقلم وتعايش مع الموقف. صحيح صحيح. لا زيتونك لا زيتونك يلا الكيك والزيتون الأسود شنو قصته؟ ايه طيب بدنا نحكي هلأ عن مروة، ما تزعلي بس إحنا هذا انتقاد مشان نحكي لنوع على المشاهدين في صباح العربية ماذا يحدث بخصوص كورونا. على كل حال كيك مالح حلو، جاتو بيش دو نويل، كعكة الميلاد، وهذه بيش دو نويل أوكي، كعكة عيد الميلاد للشيف يان بغي، وهو ميور أوفغيي دي فرانس، يعني أفضل عامل في فرنسا، والذي عمل هذا لسينغ، وهذا في الثاني طبعا، هذا موجود فيه، هذا موجود فيه، خلينا نقرأهم قبل مشان ما نغلط، كاكاو بسكويت المادلين والشوكولا وزيت الزيتون وشوكولا غناش مع الليمون وقطع من الزيتون الأسود، وسعر هذا البيش دائما مروة بتسألني عن الأسعار 95 يورو لستة لثمان أشخاص. حلو. نفس الوقت في واحد غناش وقيبة وياك وانت جاي دبي، البيش دو نويل كعكة النويل ايه بالضبط، يا ريت نقدر نجيبها معنا. وهي تبعت لبغاك طبعا، هو بيشتغل هذا الشيف اللي هو يان بغي، بيشتغل اكثر من 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 فندق في باريس، منهم لولونسكي، في منهم البغاك والسينر، وهي البيش دو نويل دي بغاك. ليش بنحكي على البيش دو نويل؟ لانه قربت موسم الاعياد، وبدا اليوم نتكلم عن هذه الحلويات الخاصه باعياد الميلاد في فرنسا. هاي موجود فيها تحوي فيها العسل اللي بحب العسل، والكاشو وكريم الشوكولا العضوي طبعا أورغانيك القادم من البيرو، وكريمة الفانيليا أو الفانيلا القادمة من مدغشقر، وكذلك البرتقال، وهي كعكة سونغليتين ما فيها حساسية القمح. طيب مثل ما ليث ترجمها بالعربي، وطبعا نفس السعر 95 يورو لستة لثمان أشخاص. أنا راح أخليك تبيع قرص عقيل إن شاء الله قريبا. يلا شنو اليوم موضوعنا؟ يا ريت لا لا قرص العقيلي أكلة طيبة شي مع الزعفران. نرجع لأسبوع الأزياء على فكرة، قبل ما نخلص المباشر لازم أجربها على الهواء، بس نرجع لموضوع الأزياء. جيب لنا منها يوم الأربعاء. أول مرة منذ تأسيسه عام 2009 يا ريت أجيب، أنا جاي عندكم بكرة على دبي، عملنا فحص الكوفيد كل شيء تمام ما في مشاكل. لأول مرة منذ بداية أسبوع الأزياء عام 1973، كثير الناس بفكروا أنه أسبوع الأزياء أو أسبوع الموضة بدأ جديد، ولكن هذا من 1973 يعني قبل 40 سنة، بس أكثر من 40 سنة، ما يقارب 50 سنة قريبا. تراهن دور الأزياء العالمية على ارتفاع نسبة مبيعاتها في الأشهر المقبلة، وهذا طبعا مرتبط بشكل كبير بالأزمة الصحية، الصحة والاقتصاد صاروا حدث اليوم يا جماعة، التي غيرت معايير وعادات الكثير من مدمني عالم الأزياء وحتى سكان العالم أجمع. يعني تغيب هذا الموسم دار سيلين للأزياء، دار الأزياء المعروفة، المدير الفني طبعا هادي سليمان المشهور، إنه بيعمل إكمام قصيرة حتى يبين الرجل ساعته وما يحمل من أساور أحيانا، وكذلك السيدة كذلك يعني هذا مشهور بهالشغلة. هادي سليمان طبعا هو من أصل تونسي إيطالي، وهو طبعا كان يعمل أو مصمم أزياء لدار سان لوغو. تغيب عن أسبوع الأزياء الباريسي ودار أزياء أوف وايت للنساء يا مروة، أكيد أنت بتحبي أوف وايت، للأمريكي فيرجيل إبلو الذي لقى رواجا وإعجابا في صفوف الجيل الشاب. شاهدنا ما حدث في أسبوع الأزياء الإيطالي هناك في ميلانو قبل أسبوعين، أكثر شوي من أسبوعين، إذ قدمت أكثر من 20 دور أزياء عروضها حية بعد طبعا بعد أشهر من الحجر الصحي، وتوقفت الرحلات والسفر بين البلدان والقارات السبع. على كل حال دار ميلانو دار فالنتينو أول مرة بتعمل عرض في ميلانو، وعادة بيكون شكرا يا ليث، تفضل يا مروة. يعني للأسف وقتنا خلص والحلقة كمان خلصت لليوم، شكرا جزيلا على هذه المعلومات، كنت معنا من باريس مراسل العربية ليث بزاري. عليك بالعافية ليث، إن شاء الله يرتفع السكر.